السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا الموضوع عن التقنية وعن شيء عن الأشخاص اللي مدمنين في التقنية. بتقولون أن واحد منهم اللي قريبين يمي يمكن يقولون ذي الشيء، راح أتكلم عنها قدام برضو. كبداية، أكثر الأشخاص اللي في عمري يمكن ما بدخلين في التقنية مثل ما الأشخاص اللي منولدين في 2000. ليش؟ لأن اللي مولدين في 2000 خلاص منولدوا عندهم التقنية. أنا أول آيفون شريته في 2007 آيفون 2G، هذا الأول سمارت فون الأشياء ذي كلها. طبعا في قبل آي ميت تغيير بنسمه، لكن ما كنت ذيك الوقت اصلا اعرف التقنيه. فالحين الناس يعني خصوصا الجيمر يلعبون العاب فيديو، شيء رهيب. يعني انا ما توقعت ان في ناس ذي الشيء لما جيت امريكا. الحين شخص يمر يمي، حتى لو جالس في الدايننج هول ولا شيء، يمر يمي عرفت الشخص انه لحق العاب. عالمهم غير، يمر يمك تحس انه ما بمعك عايش، تحس انه هو نفسه يمشي يمك، هو افتراضي، مو بالعالم الافتراضي اللي قاعد نتكلم معاكم فيه احنا نتواصل، لا، هو عالمه كله عالم افتراضي، ما يعرف يتكلم، خجول. لكن لو بتكلم يعني تعرف ناس في الانترنت تشوفهم زي الحلاوة، لكن تطلع معاهم وين الشخص اللي قبل شوي اشوفه؟ يعني كنت اكلمه قبل سنة وسنتين، تحس عالم ثاني عنده. وحين الاشياء دي قامت تزيد عنده حتى اطفالنا. يعني الطفل عمره 4 سنوات ولا 3 سنوات، 9 سنين احنا تشوفه جالس على اليوتيوب، ماسك الجوال جالس على اليوتيوب. العيب ما بس من الطفل، الطفل راح يكبر ويزيد، العيب من له. يعني لازم نشوف الحل للطفل. ليش تشتري له جهاز ب 2000 وتقول خلاص بفتك من؟ لا تفتك من، خليه يسوي اذيه، خليه يكسر في البيت، خليه يسوي اي شيء. لا تعطي الجهاز، اذا مسك الجهاز تعلمه يخش في عالم ثاني، شخصيته ما راح تكون عدله، ما راح يقدر يتكلم مع الناس، ما راح يخالط الناس، راح ينقطع عن العالم. لا تقول ذكي، ما راح يكون ذكي، راح يكون غبي. بيكون ذكي انه يفتح الجوال، يفتح اليوتيوب. قبل ما نفتح اليوتيوب لازم نعرف ان اليوتيوب ما صنع حق اطفال، في يوتيوب كيدز، التلفزيون ما صنع للاطفال. يعني في اوقات محدده لازم توخرهم، لازم نعرف ان طفل لوقت معين حسينا فيه انه قام يزيد في الشيء لازم نسحبه منه، خليه يصيح، خليه يسوي اي شيء، بس لا تخليه يطب في الشيء. يعني لازم تعلمه انه يطلع من الشيء، لازم تعلمه انه يتخالط مع العالم. اشخاص والله كبار في الجامعه هنا يمشون اشوفه، اقول لك مصة واحد، كنت جالس مع واحد اتغدى في الجامعه، مريم من واحد شفت الهيئه حقته. هنا اللي صاروا اللي يحبون الشيء تحسهم يكونون هو نفس الشخصيه، حتى لو يحبون شخصيه من التلفزيون يلبس نفسه، يسوي كل شيء. كبير في الجامعه عمره 19 20، تحس انه هو نفس الشخصيه. يعني تشوفه وين احنا فيه. المهم اني جالس معاه اتغدى، وشوي لما مر من بعيد ولا سلم عليه ومشى، قال لي هذا روميتي. قلت ليش ما وقف يمك سلم؟ قال هذا روميتي السمستر اللي راح. قلت له اوكي تخانق معاه ولا شيء؟ قال لا. طلعت في شكل، قلت له ايش فيه؟ قال هو كذا ما يكلم احد ولا شيء. شوي سالته قلت له يلعب فيديو جيم؟ قال لي باين من شكله هو ذا الشخص، حتى الروميت حقه ما يكلمه، جلس معه في الغرفه ما يكلمه. يعني اوكي لو جلس معه في الشقه اوكي انت في الغرفه وما تطلع، هذا بعد عيب لانك قاعد تلعب فيديو جيم، لكن عايشين في نفس الغرفه كلها 3 امتار في مترين تقريبا، هنا سرير وهنا سرير ودولابين قدام بس وطاولتين ورا، نفس الشيء. يعني حتى لو انك تبدل لازم واحد يطلع يروح الحمام، واحد عشان تبدل، ولا يكلمون بعض. ليش؟ لان ذاك 24 ساعه على الفيديو جيم. انا ما راح اتكلم بس عن الفيديو جيمز، راح اتكلم عن العالم الافتراضي. انا مثلا مدمن تويتر، لكن هذه الاشياء لازم تحط لها وقت معين. يعني الشركات الحين افترت لها، كل الشركات الحين قامت تفكر. ابل حطت تايمر، لو تخش الاعلانات في تايم تقدر تحدد لك كل برنامج وقت معين، او انك تخش وتشوف البرنامج اللي مدمن عليه وتحذفه، لان انت تعب نفسك، انت تقدر تتحكم بنفسك. اذا انت ما تتحكم بنفسك الاهل يتحكمون فيك. يعني انا اقدر في الجوال حقي افتح الجوال اخش على الاعدادات، اذا كانت بنتي عندها جوال او عندها ايبود، واقفل عليها لعبه تبيها مثلا تلعب لعبه، او اني احط حق اللعبه وقت معين، مثلا تفتح اليوم بس ساعه، او تفتح مثلا بس الويكند بعدها تقفل. ورقم السر نحطه بجوالي والايبود عندها، هي كلها من اعدادات الاي كلاود، فاميلي شيرنج، وتسوي كل شيء. انا من نوع اجهزه عندي ايش كثر، انا ما علمت بنتي تمسك ولا جهاز. يعني اجهزه عندي موجوده، ما تعرف بنتي ان تمسك الجهاز تشوف يوتيوب ولا شيء. لا اوكي تبي يوتيوب، تبي تشوف الالعاب، تبي تشوف رسوم، تلفزيون موجود، وقت معين تطلع برا خلاص ما في الاشياء. لا تعلمون عيالكم انه يمسكون ذا الشيء، لان اذا كبروا ما يعرفون يتكلمون. بدايه العزله راح تبني الخجل، راح تبني الكلام، ما راح يقدر يتكلم، اغلاط كثيره، يستحي، حتى لو انه غلط يستحي، السمنه تزيد. احنا صار ما نعرف نلعب، لين نطلع برا نلعب، نرجع مكسرين مجرحين. هذا الطفل خلوه كذا، لكنك تعلمه اوكي لا خله يجلس يمي وخله يجلس على الايبود، لا انت راح تهدمه زي كذا. يعني مثلا اليوتيوب له عمر معين، وجاك الناس قالوا اوكي الحين مثلا نبي نمنع ببجي مثلا. العراق منعت في الدول، في الهند تقريبا منعت. ليش تمنع؟ لان العالم الحين اللي طايحين فيها دي مشكله، ده مرض انك تطيح في الشيء زي كذا. يعني اول حاجه اللعبه مصممه ومكتوب عليها في متجر برامج انه بلس 17، يعني تحت ال 17 على الاهل، انتم مسؤولين. يعني لعبه حرب، ليش قالوا لعبه تحدد الاشخاص وتخليهم يقتلون؟ لا
ما بأول لعبة لعبناها حرب، لعبنا لعبة حرب على بلاي ستيشن 1. فليش صارت دينا تهدد الناس؟ ولا الناس اللي عندنا الحين الجيل هذا ما بقول الكلام ما يفهم يعني، قام يعني صرت قتل اطلع برا قتل، ليش ما كنا احنا قتلنا برا قبل 10 سنوات؟ ليش قام الجيل الحين قام يقتلون؟ او الجيل هذا قام يقتل؟ جاي يشوف بلاي ستيشن ويسوي في الحقيقة. علموهم فهموهم، او من على جهزة الشركات نفسها. تخيل ابل الحين قامت تبيع الاجهزة على الاطفال، طيب شرى الطفل ابل وتقول لك بعد تفتح متجر برامج، اصلا كيف سويت متجر برامج؟ طفل عمره 3 سنوات كيف يعرف يحمل برامج؟ لو تحمل برامج ممنوع انك تقدر تسوي له حساب اصلا عشان تحمل برامج، انت صغير مش انت اصلي اطفال يعني، وهو مو بكبير بما فيه الكفايه انه يقدر يسوي له برنامج، فالاهل مسوي له برنامج، لان اصلا تحط عمره ويسوي برنامج عمره 3 سنوات 4 سنوات ما ترضى ابل تسوي له، فالاهل بيحط حساب حقهم ينزل برنامج. اوكي تنزل برنامج اليوتيوب، اليوتيوب لازم فوق 17 تقريبا، في برنامج يوتيوب كيد، تنزل لعبه، في العاب محدده لحق كل طفل، برامج محدده لكل طفل، حتى الانستغرام سناب شات ابكي من هب ودب قام يستخدمه. لازم الجيل الجديد اللي ماشي الحين، ترى ما ضيع الجيل الجديد الا الاهل، لا نقول التلفزيون، لا نقول ما ضيع الجيل الجديد الا الانترنت، لا الاهل، انتو كل شيء، انت جبت الطفل على الدنيا، الله ما قال لك تركه وتقول اوه ما ضيع الانترنت، لا انت اللي ضيعته، الله عطاك امانه، انت تقول الانترنت ضيعه، لا انت ضيعته، فلازم تكون قدها. وبس في نهايه الفيديو ما ادري طلعت اللي في قلبي، ان شاء الله فهمت الفيديو وليش تكلمت عنه، واتمنى الفيديو ده ينتشر في الواتساب، ينتشر في كل مكان، يعني هذا الفيديوهات اللي تنتشر في كل مكان، والله حتى الاهل ما يعرفون حتى ينشرون ذا الشيء. اخبار عندنا منحطه خصوصا في الواتساب، شيء ما يخش العقل تشوف الحريم اوه نشري، حتى الواتساب تعب منكم قام قلل النشر الحين، صارت حدك تقدر ترسل رساله جماعيه 4 أو 5 أشخاص. فنرسل اشياء مهمه، نرسل اشياء مفيده، والله العظيم ندرينا ان في صباح الخير، ترسل لي ورده في الصباح ليش؟ انا عارفك حتى عندي الأهل، ترسل لي وردة صباح الخير ليش؟ والله لو إني مساكر معاك ما رسلت لي وردة ولا جبت لي وردة ولا قلت صباح الخير برضه، بس في الواتساب تخش ترسل حق صباح الخير، ما بيقول لي صباح الخير كذا، ما بيتعيد علي ترسل لي في الواتساب عيدك مبارك ولا شيء، ولا رمضان جاي ترسل لي في الواتساب، دق وكلم، لأن خلي التواصل ترى ما بصنوع حق الأشياء، ما بصنوع حق صباح الخير، ما بصنوع إنك تعيد على واحد، لازم نرجع لحق تفكيرنا شوي. وبس في نهاية الفيديو تنسون الاشتراك بالقناة مثل ما قلت لكم، ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، واتمنى ان هذا المقطع اللي يستاهل انك تنشرونه، خصوصا حق امهاتنا، خصوصا حق الاشخاص اللي ما يعرفون يستخدمون التقنية. ونسيت ما قلت لكم ترى التصوير ذا كله من تصوير الايفون، الكاميرا طفت الباتري وقعدت تشحن برا، توني حطها تشحن فما في الا في الايفون، فاسف اذا كان المايك ما كويس، اتوقع المايك كويس افضل من الكاميرا برضه. طبعا ما كان عندي وقت، هذا اللي خلاني طلعت برا، ما كملت المقطع كامل بالنسبة لي، نهيت المقطع أوكي، لكن في أشياء الناس يخلونا نسوي ذا الشيء، يعني وقت الأكل إذا معاك أحد ليش تمسك جوالك؟ يعني ليش ما تسولف؟ طبعًا أنا عندي حركة إني أمسك جوالي كثير وقت الأكل والأشياء، لكن في أوقات بالنسبة لي مثلًا آسف بس على اللي بقوله، لكن مثلًا أقطع المشوار أجلس في أمريكا مثلًا سنة أو سنتين وأنزل أطلع مع الشباب، أطلع مع واحد مسك جوال، حتى أنا جاي من زمان ما شفتك. وبعد اسمعك تمسك جوالك ليش؟ ليش احنا طلعين؟ شو الفرق؟ انا في اوقات صح احس الناس يضيقون فيها، لكن مثل التسوق، انا رحت اتسوق مع امي ولا زوجتي، انا امسك جوالي اوكي، في اول شيء مكان نساء، يعني مكان ملابس حريم وشيء، ليش انا طالع فيك؟ ثاني حاجة، يعني في اوقات وقت التسوق امسك جوالي، ما ادري ليش، في اشياء يعني بالنسبة لي واقعية، بس بعض الاحيان تضر الشخص او تدي الشخص. الشيء الحلو انه مثل ساعة ابل، بأن فيها شريحة اللي عندي، فخلتني ابتعد عن الجوال شوي، يعني في أوقات ما أخذ الجوال كذا مرة، طبعاً ممكن ما تصدقون أترك الجوال وأروح الدوام بالساعة، يعني الشيء ضروري أقدر أكلم بالوكي توكي أو بالمكالمات العادية، فيس تايم أقدر أكلم بالصوت من الانترنت عليها، يعني مثلاً على الأكل جالس بس اللي جالسين معاي يسولفون بموضوع ما أبي أسمعه، يسولفون بموضوع مالي فيه، فمية في المية ما راح أكون معاكم في الموضوع ولا اروح اسمع لكم، فشي طبيعي امسك الجوال، خصوصا ان التويتر يعني مثلا انا اوكي اجلس الصباح اول شيء اني افتح التويتر واقرا اللي عندي ما قريته بعدين اطلع، فاحيانا ما اقرا الشيء فهذا الوقت. في اشخاص صح مدري، لكن انا لا احيانا بفهمك ان ترى موضوعك ما بانترستنج بالنسبه لي فامسك الجوال، فهذا بس موضوع من المواضيع اللي انا بالنسبه لي اسويه وانا عارف انه غلط، لكن ايش تسوي يعني؟ نرجع للفيديو. السلام عليكم.